مساء الخير واهلا بحضراتكم معانا في هذا اللقاء المتجدد مع برنامجنا شؤون عربيه، ونظر اكثر قربا لكثير من المشاهد العربيه، وربما افراد لمساحه اكبر من الاهتمام وتسليط الضوء على التطورات في لبنان الشقيقه، ما بين الفراغ الرئاسي من جانب، الازمات الاقتصاديه الخانقه من جانب اخر، وبعد ثالث ايضا بنظر الى الدعوات لترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، المواقف الامريكيه، المواقف الاسرائيليه، والعمل العربي من أجل إنهاء كثير من الأزمات في المنطقة، وعلى رأسها الشأن الذي نعني بالاهتمام ألا وهو الشأن اللبناني. معكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، والمشهد والحدث الأبرز هو المعطيات الأخيرة في الشأن اللبناني. نتعرف على المزيد في التقرير التالي، وبعده نعود للمزيد من الأفق الحوارية والتحليلية حول هذا الموضوع. كونوا معنا. في الوقت الذي يسعى فيه لبنان للخروج من أزمتيه السياسية والاقتصادية، تتبادل إسرائيل وإيران الاتهامات بدفع الأمور في لبنان نحو الانفجار، خاصة بعد تصريح مندوب دولة الاحتلال في مجلس الأمن الدولي بأن مواجهة عسكرية تقترب على الحدود مع لبنان. وفي محاولة لدرء شبح المواجهة، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تبحث إمكانية ترسيم الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل. وقالت مصادر أمريكية إن واشنطن تكثف جهودها لنزع فتيل التوترات المتزايدة على الحدود بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، مشيرة إلى أن بدء التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية يمكن أن يساعد في كبح جماح حزب الله. التصريحات الأمريكية جاءت عقب زيارة أموس هوكشتين كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للبنان آخر أغسطس الماضي لمتابعة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الذي تم التوصل إليه في عام 2022، حيث زار المسؤول الأمريكي الجنوب اللبناني حيث يقع الخط الأزرق المعروف باسم خط وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وأكد هوكشتين أن الوقت قد حان للبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لتحقيق الترسيم البري مثلما تم الترسيم البحري منذ عدة أشهر، مؤكدا أن بلاده تدعم دائما سياسة السلام والاستقرار. يأتي ذلك بينما أطلق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مبادرة جديدة وأخيرة على حد تعبيره للحوار بين الكتل النيابية خلال الشهر الجاري، وذلك لمدة أسبوع بحد أقصى من أجل التوافق حول انتخاب رئيس جديد للبلاد، معتبرا أن اللحظة السياسية التي يعيشها لبنان واللبنانيون هي الأخطر في تاريخه. بري أكد حرصه على إنجاز الاستحقاق الرئاسي مشددا على ضرورة إنجازه في أسرع وقت، مستنكرا رفض أطراف وخصوصا الطرفان المعنيان بالاستحقاق الرئاسي أي صيغة من صيغ الحوار والتوافق. واعتبر بري أن البدء بالتنقيب عن الثروة الغازية والنفطية في البلوك رقم 9 يمثل ثمة بارقة أمل كبيرة، مشيرا إلى أن جهود استكشاف ثروات لبنان النفطية بدأت عام 2002. إذا من الملامح اللافتة في الشأن اللبناني هو الانسداد في الأفق السياسي وتعثر الوصول إلى نقطة تحول حقيقية إيجابية في الفراغ الرئاسي. معي ومعكم في هذه الوقفة الحوارية الأستاذ ماهر مقلد مدير مكتب الأهرام في بيروت سابقا. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخير. يعني الجديد ربما يعني هذا الملف يعني واجهته لبنان على مدار فترة كبيرة جدا، و يعني أكثر من فراغ واجهته سواء على صعيد رئاسة الوزراء أو رئاسة الدولة اللبنانية. كيف تقيمون دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية مع نهاية العام الجاري؟ يعني هل يمكن لهذه المبادرة أن تؤتي ثمارها المرجوة من وجهة نظركم؟ في الواقع هي طبعا تمنيات، ويعني الكل يتطلع أن ينجح لبنان على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي في انتخاب رئيس البلاد. دعوة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب للكتل النيابية للجلوس على طاولة حوار من أجل إيجاد قواسم مشتركة لتقديم وجهات النظر فيما يتعلق بالخلاف الدائر حول انتخاب رئيس الجمهورية، دعوة كان أطلقها من قبل وكان في اعتراض كبير عليها، وحتى الآن يعني جدد الدعوة، وهناك بين مؤيد ومعارض. المعارض بيعتقد أن الدستور اللبناني يحدد كل الملامح الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، ولا جدوى من الحديث حوار أو طاولة مفاوضات حول هذا الأمر، ويجب أن يكون المعيار في هذا أو الحكم في هذا الأمر هو الدستور اللبناني. المؤيدين ومن أنصار الرئيس بري والمقربين له يرون ضرورة الجلوس على طاولة حوار حتى يكون هناك تفاهم
وإزالة الخلافات العميقة بين القوى اللبنانية حول اسم ومواصفات رئيس الجمهورية. في كل الأحوال هو أمر معقد، والتعطيل قائم في لبنان حول انتخاب رئيس الجمهورية ربما يعني ماذا إذا فشل البرلمان هذه المرة أيضا في انتخاب رئيس جديد؟ يعني يتكرر الأمر، يعني من قبل يعني استمر الفراغ الرئاسي قرابة عامين ونصف، والآن دخلنا تقريبا في الشهر التاسع أو العاشر يعني منذ أكتوبر الماضي. أعتقد أن يعني الأمر يحتاج مزيد من المحاولات ومزيد من الضغوط ومزيد من التقارب بين القوى اللبنانية في الداخل من أجل تسريع هذا الأمر. المعادلة صعبة جدا في لبنان، كل طرف يتمسك بموقفه، كل طرف يتمسك بالمرشح أو باسم معين، وبالتالي لا يستطيع مرشح بعينه من الحصول على الأغلبية المطلقة داخل مجلس النواب اللبناني، وبالتالي ضرورة أن يكون هناك توافق على اسم رئيس الجمهورية. وهذا التوافق يتبعه طبعا تنازلات من الأطراف، يتبعه مكاسب تتحقق لقوى بعينها. معادلة يعني معادلة صعبة يعني، لكن اعتبارات يعني عديدة. ربما الحديث يتصاعد الآن أن يكون في أدوات جديدة فاعلة يمكن أن توصل لبنان في الوقت الراهن إلى أرضية مشتركة يتوافق عليها الفرقاء اللبنانيون، هل يبدو ذلك في المتناول من متابعتكم لهذا الشأن؟ يعني الأرضية، يعني زي ما قلت حضرتك، كلنا يعني نأمل في أن تكون هناك أرضية جديدة للحوار، أرضية جديدة للتفاهم، لكن سقف التوقعات متدني. متدني جدا، لأن ما فيش تغيير في المعادلة اللبنانية لا على المستوى السياسي ولا حتى على المستوى الأمني ولا على مستوى التفاهم بين القوى اللبنانية. كل فريق يطلق يعني المزيد من التشدد، كل فريق يتمسك بالموقف الرافض للأمر، لكن ربما بعد وطأة الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان أعتقد أنه يجب أن تتغير المعادلة. وأعتقد أن هناك يعني حراك بعد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبدأت هذه الملامح أو هذه البشائر من خلال ترحيبات قيادات وازنة في المعادلة اللبنانية. على سبيل المثال الزعيم الدرزي وليد قنبلاط رحب كثيرا بهذه المبادرة، النائبة بولا يعقوبيان يعني أعلنت أنها على استعداد أن تذهب، وعدد من النواب حتى منزل الرئيس بري. معنى ذلك أن الكل يدعو إلى الحوار، وربما يعني تسفر الأيام المقبلة عن بارقة أمل في هذا الحوار. ما أو من هي الأطراف الفاعلة يعني بعد كل ما قلت إليه الأمور في لبنان على أكثر من صعيد، سواء هذه الأطراف يعني بتقوم بممارساتها في العلن أو وراء الستر؟ هو الجانب الرسمي أو يعني الوضع الطبيعي جدا، هو هناك نواب في المجلس النيابي، هم من لهم حق انتخاب رئيس الجمهورية، عددهم 128 نائب. لكن الأطراف الفاعلة في المعادلة هي الأحزاب السياسية الوازنة في المشهد اللبناني، الثنائي الشيعي اللي يتكون من حزب الله وحركة أمل، التيار الوطني الحر اللي كان ينتمي له الرئيس السابق ميشيل عون، القوات اللبنانية اللي بتزعمها الدكتور سمير جعجع، تيار المرضى اللي هو بيرشح سليمان فرنجية لمنصب الرئيس، وهو مدعوم من حزب الله ومدعوم من حركة أمل. لكن زي ما بنقول إن الداخل اللبناني مرتبط بالخارج، حينما تأتي يعني إشارات قوية من الخارج أو قوى إقليمية لها امتدادات في الداخل اللبناني تتغير المعادلة اللبنانية يعني بشكل سريع جدا. وحصل من قبل، كان في خلاف قبل انتخاب الرئيس ميشيل سليمان اللي هو كان قائد الجيش، والخلاف ده استمر وقت طويل جدا، وتدخلت قوى إقليمية، جامعة الدول العربية، تدخلت قطر، كل يعني الدول أثرت، وتم عقد مؤتمر الدوحة وأسفر عن يعني تصعيد اسم قائد الجيش العماد ميشيل سليمان، وتم انتخابه رئيس للبنان. وبالتالي حينما يعني يتحدث رئيس مجلس النواب اللبناني عن دعوة للحوار، هو يعلم تماما أن طاولة الحوار لن تسفر عن نتيجة، لأن من يحضر في هذا الاجتماع ليس صاحب القرار. مش معنى أن صاحب القرار في الداخل، لأن من يحضر الكتل النيابية، الكتل النيابية لها 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 زعماء. يعني مثلا لو قلنا الكتلة النيابية لحزب الله، يعني مع كامل الاحترام لزعيم الكتلة النيابية لحزب الله، لا يتخذ القرار النهائي، يرجع إلى المرجعية
في نفس الامر للتيار المرعده، نفس الامر للقوات اللبنانيه، كل من يتمثل في هذا الحوار له مرجعيه هي التي في النهايه سوف تتخذ القرار. لكن مبدا الحوار في حد ذاته ان تجلس الاطراف المتنافره او المتباعده فيما بينها على طاوله من الحوار، والبعض حتى يفضفض او يبوح بما يعني يشعر به الطرف الاخر، قد في النهايه يكون هناك تقريب لوجهات النظر، وهذا ما نتمناه. الأطراف الغربية أستاذ ماهر، والدور يعني المفترض إن هي بتلعبه يعني كوسيط بشكل أو بآخر، لو هناخد النموذج الفرنسي كبداية في الأزمة اللبنانية الراهنة، كيف تقيمونه؟ فرنسا مهتمة، وفي لجنة خماسية، يعني كما الجميع يعلم لجنة خماسية كانت شكلت بعد مؤتمر عقد في باريس، وفي العضويه تضم بجانب فرنسا الولايات المتحده الامريكيه والمملكه العربيه السعوديه وقطر ومصر. واللجنه دي معنيه بالاساس بمساله مساعده لبنان في انتخاب رئيس للجمهوريه، وكان في موفد على مستوى عالي فرنسي زار لبنان والتقى عدد من القيادات اللبنانيه وتبحث في هذا الامر. لكن تبقى الإرادة الداخلية في لبنان هي المحرك النهائي. نعم. يعني حتى مع تقديرنا ومع احترامنا لكل الآراء الخارجية، يجب أن تكون هناك إرادة داخلية في الداخل اللبناني عندها حرص على انتخاب الرئيس، أو حتى تذليل كل العقبات اللي ممكن تعوق هذا الأمر. لكن لو هناك حائط مسدود في الداخل اللبناني، بالتأكيد سوف تتعثر كل الجهود الدولية والمبادرات الدولية. يعني الدعوة يعني الأمريكية يعني تحديدا مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، كيف تنظرون إليها؟ هي الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في العام الماضي، في أكتوبر العام الماضي، في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وده كان أمر يعني كان يعني مسار يعني حديث، وحديث طويل جدا. نعم. يتم ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وده بيمكن الدولتين سواء إسرائيل أو لبنان من الاستفادة من الثروات البحرية الموجودة في المتوسط. لبنان حتى الآن لم ينجح في استغلال هذه الموارد، وبدأت الجهود، بس هي جهود يعني ضعيفة جدا، لكن نتمنى أن يستفيد لبنان من الثروات الحقيقية الموجودة في المتوسط، وخصوصا الغاز الطبيعي، لأن لبنان يعاني من أزمات الطاقة في طبعاً. كل أشكالها. وأعتقد ده يعني هيبقى يعني باب مهم يتيح للبنان الاستفادة من هذه الثروات. الآن الحديث عن ترسيم الحدود البرية يعني أمر يعني معقد، لكن يحتاج إلى وقت طويل جدا، لأن هناك نقاط غير أزمة فيه. المحروقات، يعني في أزمة مصرفية أيضا يعني طاحنة بيواجهها لبنان. بالتأكيد، لأن كان طوال السنوات الماضية الحديث عن مصرف لبنان المركزي، عن العملة اللبنانية، عن التراجع الكبير اللي أضر بالعملة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، وحتى الآن الأمر قائم، والمصارف في لبنان للأسف تعثرت بدرجة كبيرة جدا، كانت في السابق تتمتع بسمعة يعني عالمية، أو على الأقل سمعة مهمة في المنطقة، وكانت الإجراءات المصرفية في البنوك اللبنانية يعني ميسرة جدا، وتستقطب رؤوس أموال واستثمارات من الخارج. في عام 2019 اتخذت الحكومة اللبنانية قرارات، كانت قرارات يعني شبه صادمة للداخل اللبناني وحتى للخارج، من خلال تجميد كل الودائع في البنوك اللبنانية، وتحديد سقف يعني محدود جدا للصرف من هذه الودائع، وبالتالي تأكلت ودائع اللبنانيين في البنوك، وده بيشكل أزمة كبيرة جدا، لأن معظم المواطنين اللبنانيين حتى اللي كانوا في الخارج أودعوا أموالهم في البنوك اللبنانية، وصدر هذا القرار المفاجئ وغير المنطقي جدا، وبالتالي أثر على سمعة لبنان المالية، وفي نفس الوقت لبنان توقف عن سداد التزاماته تجاه المؤسسات الدولية، وبالتالي تراجع تصنيف لبنان الائتماني، وتأثرت العملة اللبنانية، وده يحتاج إلى جهد حقيقي من أجل إنقاذ الواقع المالي في لبنان.
تراجع الثقة في قدرة لبنان على يعني استعادة موقعها الاقتصادي وأيضا فعاليتها أيضا في محيطها العربي والإقليمي، وبنظر أيضا يعني ربما يعني معطيات جديدة تبدو في الأفق، عودة المقعد السوري على سبيل المثال وغيرها من التطورات الأخيرة وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، يعني ما السيناريوهات القادمة كما تستشرفونها بالنسبة للبنان؟ لبنان يعني يجب أن يتجاوز عقبات رئيسية في طريق تعوق مسألة التنمية الحقيقية في لبنان. يجب أن ينجح لبنان في انتخاب رئيس للجمهورية اللبناني، بلد يعني حتى الآن يعني قرابة 10 أشهر دون رئيس للجمهورية، ده أمر يعني غير مطلوب ويؤثر على كل مناحي الحياة في لبنان وحتى المجتمع الدولي. حتى الآن يعني لا يقدم المساعدات الواجبة للبنان بسبب عدم وجود حكومة حقيقية في لبنان وعدم قدرة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية. أعتقد لو تمت هذه الاستحقاقات ونجح لبنان في انتخاب رئيس للجمهورية وتم تشكيل حكومة حقيقية، قد يتعافى الاقتصاد اللبناني سريعا، يتعافى، لكنه لا يمكن أن يسترد العافية الكاملة التي كان عليها قبل عام 2019. وأعتقد أن لكن بالتأكيد يعني الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، يعني كورونا يعني ممكن نقول أنه هو عاد ليطلب وجهه من جديد، أكيد يعني تزيد المسألة صعوبة بالنسبة لدولة لها خصوصية في ثقلها، خصوصية في طبيعتها الثقافية، في ربما نظر الطائفية اللي بتحيط بشكل أو بآخر، وفي وضعها الرفض. بكل التأكيد يعني بجانب كل هذه الأزمات الداخلية اللي لبنان سبب فيها، يعني لبنان يتسبب فيها، هناك تحديات دولية، يعني زي ما قلت الأزمات أو الوباء العالمي، أزمة السياحة العالمية، الركود الاقتصادي العالمي، موجة الغلاء اللي بتضرب كل دول العالم، بالتأكيد تؤثر بشكل أكبر على الداخل اللبناني. ويعني ملامحه واضحة وعناوينه واضحة داخل لبنان، يعني تراجعت بشكل فادح رواتب الموظفين في الدولة اللبنانية على كافة الكوادر، رجال قضاء، رجال الأمن، الأطباء، أساتذة الجامعة، لأن أصبح العملة اللبنانية اللي بيتقاضى بها الراتب مقابل الدولار الأمريكي رقم زهيد جدا، ولا يمثل يعني حد يعني الحد الأدنى للاستمرار في الحياة لمدة أسبوع. ومن حسن الحظ أن عدد كبير من اللبنانيين مقيم في الخارج، وده بيمثل صمام أمان للداخل اللبناني، لأن الأسرة اللبنانية في الداخل بتتلقى دعم حقيقي من أبنائها المهاجرين في الخارج في كل شتات العالم. لو حضرتك تسمح لي نرجع لمسألة ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، يعني هل حضرتك بتشوف دلالة لإثارة هذا الموضوع في مثل هذا التوقيت؟ بكل تأكيد، لأن في نظر يعني الحديث عن أن هناك حرب مرتقبة ما بين إسرائيل ولبنان، وتصريحات تأتي من داخل إسرائيل وتصريحات من لبنان بالرد في حالة يعني أي عدوان إسرائيلي على لبنان سوف يقابل بالرد الحاسم من داخل لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية في الخلفية يعني تتعامل مع هذا الأمر من خلال التدخل، وحينما تتدخل بشكل قوي الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أن مسألة ترسيم الحدود قد يتم تشكيل لجان حقيقية من جانب لبنان ومن جانب إسرائيل للتفاهم حول هذه النقاط. وأعتقد لا يوجد مانع، أو لا توجد هناك عقبات كبرى تحول دون إتمام هذا الأمر. كانت الصعوبات حقيقية تجاه ترسيم الحدود البحرية، وكانت هناك اعتراض في الداخل اللبناني، ويجب ألا يكون هناك اعتراف بإسرائيل والجلوس على طاولة مفاوضات معها، لكن نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في إنهاء هذا الأمر، وتم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين في أكتوبر 2022، يعني أكتوبر العام الماضي. وأعتقد أن هذا زي ما حتى تصريح رئيس مجلس النواب اللبناني أنه يعني نافذة للبنان كي يستفيد من ثرواته البحرية ومن المصادر الحقيقية داخل المياه الإقليمية، لأن قبل ترسيم الحدود كانت إسرائيل هي الدولة التي تستفيد من من المياه الإقليمية، وهي التي كانت تنقب على الغاز، وبالتالي أصبح هناك حدود للمياه الإقليمية اللبنانية ولثروات لبنان. وعلى لبنان الآن الإسراع مع الشركات الدولية ذات الخبرة في هذا الأمر للتنقيب عن الثروات
النفطية في المتوسط واستخراجها ضمانة للبنان، وحتى يعني يتم دعم الاقتصاد اللبناني أو على الأقل توفير بدائل الطاقة للبنان التي تعاني من مصادر في الطاقة. لو تحلت لبنان بالاستفادة من دروس الماضي، سواء ما يتعلق بويلات الحرب الأهلية في أوقات سابقة، بالفراغ الرئاسي الذي واجهها لأكثر من مرة والمزيد، ماذا تقولون في هذا الشأن؟ ولبنان للأسف يعني مش عايز أحكم عليه وأكون قاسي في الحكم، لكن يعني يكرر نفس الخطأ، يعني في كل استحقاق رئاسي يتكرر نفس الخطأ ويتم التعطيل، في كل انتخابات أو كل تشكيل حكومة لبنانية يتكرر نفس الأمر ويمتد التعطيل يعني شهورا وربما يعني أكثر من العام. العناد السياسي في لبنان صفة موروثة، الطائفية في لبنان تعوق كثيرا من المرونة الحقيقية في القرار. يعني انتخاب رئيس لبنان ليس بالأمر الضخم ولا بالأمر الكبير، هذا أمر يحدث في كل دول العالم وحتى في لبنان، حينما يتم انتخاب رئيس لا تتغير المعادلة السياسية بدرجة كبيرة جدا، ربما يحقق الرئيس بعض المكاسب للطائفة أو للفريق السياسي الذي ينتمي له، لكن في نفس الأمر لا يتدخل بالشكل المطلق في الواقع اللبناني، وحتى صلاحيات رئيس الجمهورية في لبنان ليست صلاحيات مطلقة، وتتوزع الصلاحيات مع رئاسة الحكومة اللبنانية أو مع الحكومة اللبنانية، والمسألة في القرار يجب أن يكون هناك توافق في القرار، ويجب أن يكون هناك يعني توقيعات متبادلة، وبالتالي رمزية انتخاب الرئيس في لبنان هي التي تعوق انتخابه. يعني عناد سياسي، وكما تعلمون وكما يعلم الجميع أن رئيس الجمهورية في لبنان يجب أن يكون من الطائفة المارونية، والعناد الأساسي هو موجود داخل الطائفة المارونية، لكن لأن حتى لو كانت الأطراف السياسية الأخرى في لبنان وكل القوى السياسية تعاقر انتخاب الرئيس، الطائفة المارونية لا تصطف خلف اسم مرشح بعينه، وكل مكون سياسي داخل الطائفة يحاول انتزاع هذا المنصب، وبالتالي يستمر الخلاف، يستمر التعطيل، لكن هناك الدرس المستفاد الوحيد أن لبنان يخسر في هذا الأمر. ثقة الحزب الله اللبناني في المشهد. يا حزب الله مؤثر في المشهد اللبناني، يعني باعتباره أنه هو تنظيم يعني مسلح موجود داخل لبنان، ممثل في المجلس النيابي، يتحالف بشكل طبيعي مع قوى مارونية في لبنان من بين التيار الوطني الحر، ويشكل ثنائي قوي في المشهد السياسي مع حركة أمل، ويطلق عليهم الثنائي الشيعي، وبالتالي صعب تجاوز حزب الله في هذا الأمر. ويعني أكيد الكل يعلم تماما أن لو حزب الله يعني لديه الرغبة في تسريع انتخاب رئيس لبناني في وقت سريع، ربما يكون هناك يعني اختصار للوقت طبيعي جدا، لكن حزب الله يكون في الخلفية، لا يظهر التصريحات في العلن، لكنه من خلف الستار يعمل بشكل يؤمل أن منظم. يكون هناك معالجة داخلية لهذه الأزمة، يعني لكي تتفرغ لبنان لكثير من أولوياتها في هذه المرحلة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ ماهر مقلد، مدير مكتب الأهرام في بيروت سابقا. أشكرك، نبقى معكم مشاهدينا الكرام ومشاهد أخرى عربية، تحديدا إلى التطورات في السودان وتصريحات لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قال فيها خلال زيارته ولاية كسلة إن الجيش والشعب مصممان على دحر التمرد. وأضاف البرهان أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تشهدها البلاد حاليا تؤكد على الحاجة إلى جيش محترف، معلنا ترحيبه بأي دعم يصب في إعادة الإعمار، ومشددا على رفض أي إملاءات خارجية. وتعهد البرهان بالحفاظ على وحدة البلاد وبمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب التي ارتكبت في الخرطوم ودارفور وضمان أمن المواطن السوداني.
وعلى الصعيد الميداني، تواصلت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في المناطق الخاضعة وفي الخرطوم ومناطق متفرقة. وأفادت الأنباء الواردة أن قوات الجيش قصفت بالمدفعية أهدافا لقوات الدعم السريع بوسط وشرقي أم درمان، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على الجزء الأكبر من العاصمة الخرطوم، حيث يسعى الجيش الذي يسيطر على قواعد رئيسية في العاصمة وفي الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد إلى قطع طرق الإمداد عبر الجسور التي تربط مناطق أم درمان وبحري والخرطوم. ونتحول إلى تطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال اليوم شابين وفتاة من المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة. ويأتي ذلك في صعيد متصل، حيث أصيب بالتزامن فلسطينيان بردود عقب اعتداء للمستوطنين على رعاة أغنام في قرية المغير بشرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. يذكر أن مستوطنين أقاموا قبل نحو شهرين بؤرة استيطانية جديدة في الأراضي بالقرية في منطقة القبون، حيث تشهد تلك المنطقة اعتداءات متكررة للمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين تحت حماية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. اندلعت اليوم مواجهات مسلحة بين قوات سوريا الديمقراطية أبناء العشائر في بلدات وقرى ريف دير الزور الشرقية. جاء ذلك خلال محاولة مسلحي سوريا الديمقراطية السيطرة على بلدات محيطة ببلدة العزبة التي كانت قد سيطرت عليها قبل أيام، وقامت بقصف 6 بلدات قصفا عشوائيا ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين. كانت قوات سوريا الديمقراطية قد فرضت قبل يوم حظرا للتجوال في عموم دير الزور لمدة 2 يوم بزعم حماية المدنيين وممتلكاتهم من الأوضاع الأمنية المتردية التي تشهدها قرى شرقي دير الزور. أكد رئيس الصومال حسن شيخ محمود أن الجيش الوطني الصومالي والقوات المحلية بالولايات والمقاومة الشعبية سيلاحقون الخلايا الإرهابية في كل شبر من أراضي بلاده. كما شدد الرئيس الصومالي على أن الهدف من القضاء على الإرهاب هو ضمان الاستقرار وإعادة الخدمات الأساسية وإرساء البنى التحتية لسكان المحليين، لافتا إلى أن القوات المسلحة تغلبت على ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وحررت عددا من المدن والمناطق. قناة الحوار مطلوبة بالشدة بين منطقتنا العربية والأطراف الأخرى المستهدفة بالتعاون والتنسيق معها. وفي هذا الإطار تعقد الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني الثلاثاء المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. يقام الحوار العربي الياباني الثالث على هامش أعمال الدورة 16 لمجلس الجامعة العربية، ويهدف إلى تعميق الشراكة بين الدول العربية واليابان وتأسيس الحوار العربي الياباني الذي كانت نواته في عام 2013 استنادا إلى مذكرة التعاون الموقعة بين وزير خارجيات اليابان وأمين عام جامعة الدول العربية، وأسفر عن نتائج إيجابية خلال الدورة الأولى التي عقدت في عام 2017 والثانية التي تلته في عام 2021. وتطلع دوما الى الافاق ارحب للتعاون العربي العربي والعربي والمحيط ايضا الاقليمي والدولي. وبهذا نصل اياكم الى ختام متابعتنا معكم في اطار هذه الحلقه من برنامجنا شؤون عربيه، لقاء يتجدد الاسبوع القادم باذن الله والمزيد من المتابعات والتحليلات العربيه. اشكركم حسن المتابعه والى اللقاء.